عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها ليلة الجمعة، يفضل الإكثار من الصلاة والسلام والمباركة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، فصلاتكم معروضة عليه وقراءة سورة الكهف والغسل والتطيب والإبكار لصلاة الجمعة أثابكم الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون من لدن آدم حتى تقوم الساعة، صلاة مستمرة موصولة إلى يوم الدين. صل على رسول الله في حد ذاتها شفاء، بركة، ستر. من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 صلوات. وصلاة الله عليكم رحمة لكم وشفاء لكم وستر ووقاية وتحصين. كلنا نصلي على رسول الله باستمرار، أي دعوة من شروط قبولها الصلاة على رسول الله. الصلاة على رسول الله لابد أن تصلي على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عايزين أعداد لا محدودة من الصلاة على الرسول رغم أنف إبراهيم عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل أسبوع يوم الخميس أي ليلة الجمعة سنفعل ذلك كما فعلناه دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.